هالسنة الإنتاج ما شاء الله خير وبركة، بس ماكو سوق للبيع، ماكو سوق. يعني كيلو الزيتون هسه حاليا الطن مالته حق الحوش مالته 200,000 دينار عليك، انت تبيعه جملة ب 300 دينار 400 دينار. انت عندك حفر هنجانات، انت عندك تقليم، عندك تسميد. هذا من سنة 90 إلى حد الآن إحنا زارعين هاي الأشجار وطورناه. 90 هسة إحنا ب 2020 هذا صار عمر الشجرة 30 سنة، وهسة تعال سوق ماكو، الفلاح ده يخسر، وتعال الفلاح يجي يقلع الأشجار ويقطعها يبيع أراضي سكنية، حتى الله ما يقبله. العمال يجيبون لنا الزيتون بالصناديق وإحنا نعزله، نعزل الأبيض الأخضر عن الأسود، وكل نوعية براميل براميل وطريقة كبس تقريبا تختلف. الكمية اللي بعناها ما بعناها خلينا بالبراميل، ما الزيتون كبسوا. الكورونا أثر علينا تأثير كلي، لأن كانت السيطرات مفتوحة والزيتون ما كان تصدر للمحافظات الجنوبية، البصرة، الناصرية، عمارة، سليمانية، بس الكورونا والسيطرات أثرت علينا.